اكيد طبعا برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد مستمرين معاكم في تغطيتنا الخاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا من داخل الخيمه الانتخابيه وبعد فوز قائمه كابتن محمود الخطيب بالكامل. يعني معي في هذه اللحظات طبعا يعني صوت الشباب دكتور محمد سراج الدين. طبعا يعني بهنيك طبعا الف مليون مبروك طبعا بعد فوزك بعضويه مجلس اداره النادي الاهلي فوق السن. الحمد لله الحمد لله، طبعا يوم جميل ويوم احنا شفنا يعني الكثافه الكبيره والحضور من الجمعيه العموميه، وده اللي بنعهده دايما من الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. كنا بنتمنى الاقبال يبقى كبير، وفعلا كان كبير، من اكبر الجمعيات العموميه الموجوده السنه دي في ظل ظروف الكورونا وكده. لكن الحمد لله طبعا القائمه بالكامل نجحت، وبنبارك الحمد لله لنفسنا والقائمة كابتن محمود الخطيب، وبنشكر كل اعضاء الجمعيه العموميه وكل جمهور النادي الاهلي السنه دي. ما شاء الله يا دكتور، طبعا يعني فوزك ببعضوية مجلس الإدارة يمكن السنة اللي فاتت كانت تحت السن، السنة دي فوق السن، يعني الفوز يعني ده الثاني على التوالي. يعني عايز تقول إيه لجميع أعضاء الجمعية العمومية طبعا اللي كانوا حاضرين النهاردة بعدد كبير جدا من الصبح بدري، مش يعني مش متأخر مثلا على الساعة 9، لا كانوا موجودين من الساعة 6 الصبح 7 الصبح، كانوا كلهم موجودين طبعا عشان يشاركوا بصوتهم في مستقبل ناديهم. لا الحمد لله، يعني حقيقي احنا مش يعني مهما قلنا ومهما عملنا مش هنوفيهم حقهم، دايما بيكونوا على العهد ودايما على قدر المسؤوليه. وشفنا النهارده يعني كبار السن يعني كانوا اكتر كمان من الشباب المشاركين، فدي حاجه احنا بتحط مسؤوليه علينا اكبر، واحنا ده اللي بنعهد دايما في النادي الاهلي، والحمد لله اختياراتهم دايما بتكون الافضل، وهنكون عند حسن ظنهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا طبعا يا دكتور، وببارك لك مره ثانيه. شكرا، ربنا يخليك. كده طبعا كان لقائنا مع دكتور محمد سراج الدين اللي بعد ما فاز طبعا بعضويه مجلس اداره النادي الاهلي فوق السن، والان العوده مره اخرى للاستوديو.